السلام عليكم. اليوم شيوتنا ديال الفسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الكيكه اللي غادي تكون مزخرفه بالكاكاو، يعني الشوكولاته المر والابيض. يعني غادي تكون ما بين بيض واسود. ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. المقادير عندي هنايا 3 البيضات، يكون الحجم متوسط، يعني واخا يكونوا كبار ماشي مشكل، غادي يكونوا 3. عندي هنايا 175 ديال الدقيق على حسب الكميه ديال، ما كيبقى ماشي محدود الكيك، انا غادي نخلط حداكم وتشوفوا. عندي هنايا واحد 50 غرام تقريبا، واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، وعندي واحد الكاس لارب ديال الزيت، يعني كاس لارب ديال صغير ديال الزيت. وكذلك عندي هنايا هاد بودره الكاكاو اللي كتقولوا لي ورينا المنتوجات اللي كتشري. هذا كاكاو كيتباع، هو هذا المر اللي كيكون كيتباع، كاين فيه جوج الانواع، كاين هكا وكاين واحد اخر اللي كيكون مصوره فيه واحد المراه اللي هازه فنجل كتشرب القهوه، يعني مره كنجيب هذا مره كنجيب هذا، يعني عادي. عندي 7 غرام ديال الخميره هذه كيماويه، وعندي واحد الخنيشه ديال الفاني. ودابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ البيض ديالنا، البيض غادي نجيب زليفه، لا هي هذه اللي عندي دابا. غادي ناخذ هذه الشبانه، غادي نضيف فيها، غادي ندير فيها الابيض، وغادي ندير الصفر. الاخرها هبطات ليا ماشي مشكل، نهز هذا الشيء هكا كتوقع تيكون شي بيض اللي تتكون الصفر ديالو محلول. غادي نضيف الثانيه، غادي ناخذ هذا البيض الصفر الاول، غادي نبدا به. غادي نضيف السكر سنيده اللي ما ذكرتولكمش، غادي ندير واحد 150 غرام، نضيف السكر سنيده اللي هو غادي يعني ما يعادل كاس ونص ديال السكر سنيده ولا كاس وربع على حسب نتوما الحلاوه. غادي ندير خنيشه ديال الفاني، وغادي نطرب هادشي كامل مزيان. هنا غادي نضيف مع هاد الخليط هذا واحد 1/4 كاس ديال الحليب بارد، واللي ما كانش عنده الحليب بارد يقدر يعوضه بواحد المعلقه كبيره ديال كبيره زعما ولا جوج معالق ديال دانون. غادي نطرب هادشي، هنا غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف كذلك الزبدة. هنا غادي ناخذ بياض البيض اللي غادي نطربو بوحدو بواحد القريصه ديال الملح باش تيطلع لنا دغيا. المهم طربت هذا البياض البيض، ولكن حلف ما بغى يطلع. علاش؟ حيت خلطت فيه داك الشويه ديال الصفار البيض، يعني كنبين لكم كلشي تقدر توقع لكم. صافي، هذه كتكون تجربه عاديه. غادي نضيف الدقيق،
غادي نضيف الخميره ديال الحلوه، يعني 7 غرام ماشي 16 غرام. غادي نخلط هاد العجين هادي. دابا غادي نضيف هاد الخليط ديال هاد البيض اللي تعكس، وغادي نخلطو هكذا. ما تخافوش منه، واخا يطلع لكم هكا خفيف، يعني في احتمال نزيدو الدقيق. ما مفهوماش هاد الكيكه ياك ولكن كتوقع البيض تعكس، اما حيت خرجتهم ديريكت من الثلاجه، اولا حيت الصفر تخلط لي مع البيض ما باش يطلع لي البيض. وحده في الجوج، جوج ديال الديفويات. انا حال هادي نحاول انني نزيد واحد شويه ديال الدقيق، غادي نوصلها تقريبا ل 200 كاع تقريبا. غادي نضيف الدقيق لان داك الخليط ديال البيض اللي بربز لنا القضيه هذه كيكه ديال اول مره من بعد رمضان. صافي تقريبا هكا واحد 200 ندخلوا فيها ديال الدقيق وصافي. دابا غادي نقبض، غادي ناخذ هذيك الجبانه النيت اللي كانت فيها، وغادي نقسم الخليط هنا. نحاول نزيد شي شويه، غادي نضيف تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال بودره الكاكاو. صافي هنا من بعد ما خلطت النص بيض والنص كحل، غادي نجيب المول ديالي اللي نتوما تختاروا اي مول بغيتوه. غادي نقبض وغادي ناخذ معلقه من هنا، غادي نضيفها هنا، وغادي ناخذ معلقه من الاسود ونضيفها هنا حداها. وكذلك عاوتاني، وانا غادي على هذه الطريقه هكا. سهلت عليكم هذه المأمورية هذه، لان بزاف ديال البنات اللي ما تيكونوا ما تيطلعوا لهم شي زواقات، وياك ولا زواقه كي كتطلع وحده. بعض المرات انا كنديرها غير عاديه بواحد الطريقه سهله. دابا نحط لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو، حتى هي طريقه كتكون سهله احسن كاع من هذه. دابا كنديروا بحال اللي كنديروا الضامه، احنا غاديين هكا بالخطوات. كنبقاو طالعين هكذا حتى كنكملوها،
وحنا بهذه الطريقه هكا. صافي هكذا كنكونوا سليناها، وغادي ندفع الفران يطيب على درجة الحرارة 175 تتحمر لينا من الفوق ومن التحت، ومن بعد غادي تشي تقريبا واحد 25 نص ساعة حتى 35 على حسب الفران ديالكم. دابا غادي نكملها انا كاملة وندخلها الفران ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالها. صافي هنايا من بعد ما خرجتها من الفران كتجي على هذا الشكل هكا كتنفخ. دابا غادي نزولها من المول ديالها من بعد ما بردات لي، راها بردات دابا. دابا غادي نقطعها باش تشوفوا الدخلاني كيفاش غادي تجي الزواقه ديالها. هذا من بعد ما زولت لها الكاغيط هكا كتجي على هذا الجنب هكا. دابا غادي نقطعها. ها هو دا من بعد ما قطعتها كيجي هاد الزواق هكا. كنتمنى هاد الكيكه العجيبه اللي غادي تضحكوا فيها شي شويه كيفاش كتجي، والافكار اللي كندير في الكوزينه ديالي والكواليس كيف كتشوفوهم مباشره، ما كنحتاجش انني نخبعهم عليكم. كنتمنى ان تجربوها ان شاء الله وتطبقوها، وكنضرب لكم موعد ان شاء الله مع كيكه اخرى ومع وصفة جديدة. وشكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي الحقيقة تيجي الشكل ديالها بحال زبرة.